اكتشفت في مشكلة هنا. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. لو تتذكرون قبل فترة أنا غيرت زيت الجير، كان الأمور تمام وكل شيء. الآن قاعد ألاحظ، يعني مثلا أنا السيارة واقفة تمام والتعشيق على الجير الأول، فأول ما أمشي مثلا وأنا داعس، فمن الغير رقم واحد إلى رقم اثنين أحس في نتعة بسيطة مرة. طبعا انت لما تيجي تغير زيت الجير في الوكالة، اللي بيصير كالآتي: اول ما يغيرون زيت الجير يبرمجون الجير، سواء الجير فيه له مشكلة او ما فيه، هذا المعروف كإجراءات رسمية في الوكالة. لكن في المراكز الخارجية لا، في المراكز الخارجية حسب اذا المركز عنده كمبيوتر يبرمج لك. فانا في البدايات كنت اغير في الوكالة، بعدين لما غيرت برا برضو رحت الوكالة برمجت برمجة خارجية. اخر تغييرتين ما برمجت صراحة، فاتوقع الموضوع برمجة لا اكثر ولا اقل. انا انسان منتظم في تغيير زيت الجير اول باول، فما عندي اي مشكلة من الناحية. بعض الناس تجيهم النتعة بسبب تأخير في تغيير زيت الجير، بسبب امور كثيرة جدا، اهمال ومدري الى اخره. انا بالنسبة لي لا، بالعكس اغير الزيت اول باول، واحيانا قبل الموعد. يعني الاخر مره لما غيرت لسه باقي على 40,000 مدري كم الف. اعرف واحد واكلمته ونسكت معاه، فحقابله العصر ان شاء الله، فان شاء الله ان تنحل المشكله. انا من الناس اللي ايش احب احل المشكله قبل ما تكبر، فهذا الصح، انك انت اي ملاحظه تلاحظها على السياره خلاص تحاول تحل الملاحظه هذه وتنتبه لها وتشوف حل الملاحظه هذه. اما انك تتركها فممكن المشكلة هذه تؤدي لمشكلة ثانية وتكبر المشكلة. ففي كل أمور حياتك حاول تحل المشكلة في بداية الأمر. يا هلا والله، يا مساء الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله الان بروح اصلي المغرب، بعدين بروح له ان شاء الله، وانه المشكله تنحل باذن الله. طبعا اللي حاب يعرف، ممشى سيارتي 309,000 ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيني خيرك فيني شره. فهذه اول مره اواجه فيها مشكله في الجير، والمشكله بسيطه جدا، بس تعرفون انا انسان جدا دقيق، وبحكم انه السياره انا ماخذها وكاله على الزيرو، فاي اختلاف فيها الاحظ. فقاعد الاحظ في الفتره الاخيره التعشيقات مش نفس التعشيقات اللي أنا متعود عليها. طبعا الفائدة دائما من التوثيق الإفادة، فأي واحد ممكن يعاني مشكلة زي كذا، إذا انحلت معي ممكن احتمال كبير تنحل معك كمان، وبإذن الله خير إن شاء الله. طبعا أنا ساكن في النسيم، ورجال ساكن نهاية السبعين. الآن قاعد أشيك ما في أي ملاحظات إلا شيء بسيط، فالمشكلة ما تظهر إلا في أوقات معينة. فقلت خلاص، مدام أنا قاعد أشك وزي كذا بلاش وسوسة، خلينا نبرمج ونريح الضمير. طيب شوفوا، ركب الجهاز OBD وفي علامة هونداي. شوفوا طبعا هذا الاسلاك تبع الالياف، ما الالياف في ايوه، اكتشفت في مشكلة هنا في السلك، لان الاضاءة اللي هنا تضعف، فمع الحركة تشتغل وحين ما تشتغل. يبغالي بعدين اروح عند محمد يرتب لي الدنيا هذه كلها. ايه شكله من هنا محلول، يلا اكتشفنا حل ثاني. واحيانا لو دقيت الاشارة كذا النغمة ما هي موجودة. شيك من الفيوزات، عندي هنا فيوز وضعه مش تمام. طبعا السبب الاسلاك هذه لان اضاءة الالياف تقريبا مركبة مع الفيوز، احيانا الصوت يختفى، اقعد اضغط الفيوزات. فالان شوفوا، قبل شيء لما ضغط في النغمة، شوف الان جاري القراءة، الان تم التوصيل بين السيارة والكمبيوتر ما شاء الله. بحكم ان انا سويت صيانة في رمضان اتوقع، عشان تشيك التكييف الشركة سوالي تحديث لاغلب الانظمة. فالان لما جينا نشيك اغلب الانظمة محدثة، سواء الجير، الماكينة، علبة الفيوزات، كل الاشياء هذه، البصمة، طبلون الفيوزات، علبة فيوزات، بطار بي سي ام. طيب الجير فين؟ الجير عدناه من اول. اوكي كله قد قد. شوف الجير هنا، في عندك كود قديم، اكواد قديمة ممكن.
مفصل. ايه لما فصلت انا الباكات كلها مفصولة. ايوه الان هذه قديمة هسه. ايوه ايوه الحين سوي لها صح. اوكي هذا الانظمة كلها تمام ما شاء الله كله تمام تمام. طيب وبعدين نكشف مرة ثانية. وبرمجة الجير كيف نسوي؟ هذا الماكينة الان تشيك الماكينة الان تشيك الجير لازم على البي ولا شيء؟ الان على الان لما تبرمج تحطه على البي. اوكي ترى انا الملاحظ اللي عندي شيء بسيط واحيانا مو دائما احيانا بس قلت الاحق المشكلة بدري بدري. الوقاية خير من العلاج. شوف 2015 هذه الدفعة الاولى مجرد ما شبك على OBD خلاص تلقائيا هو يتعرف عليه. ايوه تمام تحط زي كذا هذا تحت نساء. ايوه هذا على علبة فيوزات ماكينة كيف مثلا جير بوكس شيء دحين اذا التحديث اللي نازل اخذ تحديث او لا محدث. ايوه البرمجة يعني عادة الضبط لا اكثر. ايوه عادة الضبط. اوكي لازم تطفي السيارة احط على البي احط على البي. طب نوقف صح؟ لا خلاص عادي. تتذكرون لما كنا نغير زيت الجير نسوي الحركة هذه برضو؟ شوف هنا سويتش اون. اوكي شيفت لي. اوكي هذه التعليمات قبل ما تسوي ال وهذا تحط على البي. ايوه حطينا على البي الان حطينا على البي بعدين اوكي نسوي اوكي. شوف برضه يديك التعليمات. اوكي كي اون والجير على البي. اوكي ما تمشي. اوكي تكون واقفه ومحرك يكون مغلق اوف. اوكي نسيت عشان اي خلاص هو على طول. اوكي الان يقول لك 5 ثواني تدي. اوكي خلاص شغل السيارة. اشغل السيارة تمام كذا ان شاء الله. خلاص نجرب وزي ما قلت لك المشكلة اللي عندي جدا 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 بسيطة وأحيانا تظهر وأحيانا لا. أنا أحيانا أقول يا رب إنه وسوسة يعني بس أحب أطمن أحب خلاص يعني أمشي على المضمون. فالبرمجة لا بتضر ولا شيء يعني يا تنفع يا ما في أي ضرر منها. فأنا شايف دحين طبيعي ما نلاحظ أي فرق مثلا لكن حنشوف بعدين لان المشكله زي ما قلت لكم ما تظهر على طول ومشي على مهلك عادة يعني. طيب الان الخامس هذا شويه شويه على مهلي يعني هذه دعسه الطبيعيه كذا ما ادعس على السياره على مهلي. شوف هي غيرت على طول فان شاء الله ما في شيء يا رب ان شاء الله ما في شيء يا رب. طيب الحمد لله السلامة وصلت البيت وكل شيء خلاص انا فاصل خلاص. المهم خلاصة الموضوع ما في اي تغيير ولا لاحظت في مشكلة. نشوف مع الايام الجاية اذا في اي اختلافات او لاحظت فروقات او انه الحركة ما عاد رجعت حاقول لكم. لكن بشكل عام الان لو تسألوني مثلا هل البرمجة فرقت معاك السيارة تغيرت شيء ولا شيء لا يعني السيارة وضعها كما هي بس اللهم الحركة هذيك تبع النتها حد الآن ما رجعت لي. من قبل ما برمج الحركة هذيك كانت تيجي أحيانا مش دائما بس حسيت إنه أداء السيارة فيه اختلاف وبس. والله أتمنى كان فلوق خفيف لطيف وأقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وكن مبتسما دائما. أقول لكم وكن مبتسما وأنا خلاص في أمان الله.